هاي جايز، من شوي حضرنا ايفنت بيحكي عن الامازيغ والجزائر، بيدافع عن القضيه الامازيغيه، عم يتناقشوا عن اللغه الامازيغيه والتحديثات في اللغه الامازيغيه والحفاظ على الهويه. في اختلاف شوي، يعني كانوا عم يحكوا انه اللغه العربيه فيها كثير مفردات، فعم يفكروا انهم يدمجوا الكلمات في اللغه او في اللهجه الشاويه والقبيليه والشلحه، يدمجوها مع بعض ويكونوا بها يعني مفردات اكثر، فبالتالي انها تثري اللغة الأمازيغية وما يكون يعني في اختلاف ما بين المناطق، أو إنه ليش أدرجتوا هذيك اللهجة أو هذيك اللغة على حساب اللغة الثانية، مثلا ما بيصير يعني اختلاف ما بين القبيل والشوية والشلحة. أكثر شيء جذبني إنه قديش هون الناس عم بتدافع عن قضية الأمازيغ وقديش عاطين الهوية قيمتها، إنه بدون لغة وبدون عادات وتقاليد ما فينا نحكي عن الهوية وعن الأصل. جايز ندولنا في جلسة جماعية عشان نتغدى لأول مرة، رح نذوق الشخشوخة. أوكي، فيها زبيب، هذا الزبيب وحمص وكسرة. أوكي، هكا كسرة وكسرة اللي هي العيش الكسرة. واو، الحم فلا والحم العلوش، نفس البرانسيب نتاع الكشري واللبلابي. anyway بعد ما تغدينا هلا هذا بعرف كيف راح تكون، بس راح اخذكم معي. باي ذا واي جايز، هذا اليوم راح يكون اخر يوم لنا في الجزائر، وبكره راجعين لتونس. ما بعرف قديش بدكم اني انا اشتقت لامي. تخيلوا جاست ايماجن اني انا اشتقت للجامعة. او ماي جاد، مو شغله جايز، كثير اشتقت لاصدقائنا القبائل اللي تعرفت عليهم. انا للاسف الشديد انهم راحوا، يعني ضلينا، بس احنا كمان رح نسافر بكره ان شاء الله لنرجع لتونس. بغض النظر عن هي التجربه، فالحمد لله انه طلعت اصدقاء من القبائل، وكمان عرفت شخص من التوارك اللي رح يساعدني اني انا احقق هدف من اهدافي. ان شاء الله يا رب فيديو وثائقي عن التوارك، نفس الشيء عن القبائل. ان شاء الله ادعوني، دعواتكم لإلي. والجماعة اللي ورا عم يزغروا تونس. اكشلي بتخيلوا انه هي اول مرة اني انا راح اروح الغابة، ونخيل ما بعرف ايش. هون الجماعة وهون النخيل، الارضية مفروشة بزرابي. اللي عم بتشوفوا انه عم يصور هداك، اخذ لي كم صورة وراح تشوفوها على الانستغرام. ايمانك مش خافت؟ اه جايز انخطيت. متعود على هذا الجو بصراحة، ابدا مو متعود على هذا الجو. وبالغدرة جو جميل والتانتا والحر شديد. لا واضح حر شديد. لا ما هوش حر شديد، بنمزح. بس والله جايز كتير حلوة حلوة حلوة، ما هي بتنفع يعني تزورها دو طونطون، يعني من وقت لتاني تنبسط وتغير جو وتطلع من مود المدينة. الله مولانا، الله يا مولانا، حالي ما يخفاك يا الواحد ربي. تم سلق بصل، بقدونس يا بقدونس، ولي قرقاع 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 قرقاع، بصح مش هذا هو قرقاع. مش هو بتحطي نفسك في مواقف بايخه. احنا نقوله بتراف. بتراف حاجة أخرى. بتراف فلفل حار الصغير، هذاك الشمندر. فما يكون بنقوله بتراف. البتراف هو الشمندر، فلا هو البتراف. إيه، إحنا هنا عنا إحنا نقوله.
خلاص بندراج بندراج ايه اوكي بندراج عاش الاسم هذا سلطه هذا القرد نحن الخص هذا سلطه اه هذا الخص احنا سحقوا فيه سلق طلع هذاك مو سلق طلع خص اي سلق اي وتف الاخ اللي حامل الكاميرا كان عم يتمسخر علي ويقول لي انه القرقع وطلع مو القرقع اصلا ما بعرف شو هو القرقع اهل الجزائر شو هو القرقع الجماعة يتناقشوا على البتراف والشمندر المهم القصة ما فيها انه بعض جماعة مو بعض اهل الجزائر على السلق بيقولوا له بتراف تعرفوا شو هو البتراف عنا احنا في تونس وحتى باللغة الفرنسية البتراف هو الشمندر لا اليوم يعني شو فلفل عرفتي هيك اللي يبدا في بنفسجي لونه ويعملوا في السلطة كيما لفت شوي هكا منظر مش منظره يعني الفرنسي بتاعه كيما لفت لكن يبدا بنفسجي عرفتوا مخرب اللقطات مخرب اللقطات وراي ما القرم مخرب اللقطات القرقع عند اهل الخليج مو هو الالعاب الناريه صح كلامي او مو صح لانه هون في الجزائر القرقع هو النبته خضروات هل القرقع العاب ناريه عند دول الخليج او لا نسيت لباسي هون جايز لما كنت صغيره بس هلا صرت كبيره واحنا صغيرين ما نعرفش حاجه هناك المخرج في رحله البحث عن الفردوس فردوس هي صديقتنا طويل. تركتنا ورحت بالحق قدامك ونشوف هل عرضتنا كبير من المشي شفت تعرف والله كان وليت عمي انا لازمني لينات في اقرب فرصه هون عمي الحصان مستريح هاي فجعتني هاي نمسك جايز هاي رعبتني كتير صوتها عن جد كتير بيخوف كتير بيخرع فاروق يعرف كل شي فاروق وراء الكواليس جايز رح موتكم بهاي فيش عامرة تسم دي فيها عامرة عامرة اي جلسة جزائرية صحراوية بامتياز تاتا تاتا تاتارا تاتا تاتا صديقي بيصور خرعني أكثر من مرة حرام عليك صور رح فرجي جايز البحث عن فردوس وأخيرا لقيتها هي وفاروق الخائنين راحوا تركوني شو بيعملوا ما بعرف شو هاي الخيانات يا فاروق شو هاي الخيانات يا فردوس فردوس اسمها بالمشارق بس بالتونسي فردوس شجرة الزيتون المباركة نخيل باختو في كل مكان النخيل ذا اللباس الصحراوي في الجزائر يلا بس تجريبي باش نولي مبيحل وبالدراهم صباح حكموني عاد يقول لي حكمناك فيلمي هذا تمهدي باش عادي صباح كان يقول خدمتي شوفي ماشي باينه دوك على الكوليس برك ماشي حاجه نبعث على الشروق عادي عم يسوي الجماعه لقاء صحفي مع الجمعيه جايز يا جايز رجعنا الفندق هلا جايز في شبه كتير ما بين الجزائر وتونس في اللباس التقليدي في ما بعرف يعني اي في الطبيعه والمره اني انا بروح لمنطقه فيها نخيل وما بعرف ايش يعني زي الغابه هم بيقولوا غابه احنا بنقول في تونس ثانيه تختلف اللهجه للشيء اللي شفته شبه بعض هون ثقافه قريبه شوي لتونس نفس الوقت عنا اللباس التقليدي شويه في شبه فقط اللباس القبيلي ما عنا منه في تونس عنا لباس تقليدي تاني في مثلا البرنوس هون عندهم الاكل كمان
تقريبا نفس، لكن البهارات تختلف، فبيعطي نكهة جديدة للأكل تبعهم، فيختلف كتير الطعم، طعم الأكل الجزائري عن التونسي، لأنه إحنا بنسوي كتير بهارات حسب ما سمعت منهم. إحنا نقوله في تونس لفاح. بنفس الوقت المنطقة اللي إحنا فيها يعني أغلب الناس هم محافظين، ففي عنا إحنا كمان الجنوب نفس الفكرة، إنه أهل الجنوب محافظين، والشمال اللي فيها المناطق السياحية زي تونس بالضبط، الشمال والساحل. بالنسبة للمبدأ أو قيمة الكرم، يعني كرم أهل الجنوب هون بنفس كرم أهل الجنوب في تونس، وزي ما بيقولوا أخواتنا الجزائريين، خاوة خاوة خاوة. جايز اجينا هون عشان نشوف منظر الشمس في منطقة صحراوية، الكرشي دو سولي. الكرشي دو سولي ايش معناه بالعربي؟ الكرشي دو سولي هي غروب الشمس. منظر بجنن بجنن بجنن. بعرف انه الكاميرا راح تظلم المنظر، بس مع ذلك راح اصور. الشمس مو مبين، شفتوا كيف هناك فاروق جايز عم يصور المشهد بالموبايل تبعه. قريب هاي الزاوية، زاوية ايش معناها؟ الضريح تبع ولي صالح، مفيد يعني شخبطة طلع علينا فيه. راي من هناك الواحة اللي كنا فيها. برد كيس مش طبيعي، بقايا اثار. هذيك عم تشوفوها زاوية، زي ما حكيت لكم انه موجودة عن جماعة المغرب الكبير. ما بعرف هل في المشارق عندهم هذا الشيء، معلوماتي فقيرة في هذا الموضوع، ولكننا نعتبرها شركة لك وحدك المقام لشخص منذ 600 سنة. الجزائر كمان بيقولوا هذا الزرد ورا السيارة، هذاك الضريح تبعه يعني الأبر تبعه. هل يوما ما أنا سيعم رح يعمل لي ضريح زي هيك؟ رح أصير لكم مؤام الولية الصالحة، استغفر الله. بس رجعنا هلا كتير تعبانة تعبانة، وبدي أنا Oh my god. سفر متعب جدا 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 جدا، لكن بنفس الوقت ممتع جدا جدا جدا. تعرفوا جايز هلا في شو عم فكر او شو اللي في بالي؟ في بالي كيف رح تكون رحلة الطوارق، كيف رح احضرها، والتيم اللي رح احتاج له في هذا الشيء، والاشياء اللي انا لازم اطلع عليها، لازم ادرس الموضوع، وكتير كتير متحمسة للموضوع بشكل خرافي. دعواتكم لأختكم لأختكم دعواتكم لأختكم ويقام بالتوفيق. لازم أشرب هاي الكوفي لأنه راح نريح شوي، ونروح كمان نتعشى. قالوا في مطعم هون تقليدي في توغرت، وحب شوف هيك المطعم التقليدية هون في الجزائر كيف مسوية. وإحنا في الجنوب منا في مناطق سياحية، فكل ما اكتشفت شيء أكتر هون في الجنوب، كل ما أعطاني هيك شوي نبذة سياحية عن شو اللي موجود في الجزائر. وإن شاء الله حبيب الجزائري ما تزعلوا لأنه ما رحت المناطق يعني سياحية في الجزائر، رح روح أكيد لهي المناطق ورح أسوي تغطية كاملة عليها. أصلاً هذا هو محتوى قناتي، يعني إنه الفلوجات والترحال وتقديم ثقافات الشعوب، بنحكي عنها ونقرب الشعوب العربية وهيك. بصحتكم، تشيرز. صار أحكي زي الجزائريين، بصحتكم بيقولوا. كمان حتى أصدقائنا من القبائل اللي يعني سويت كتير من الصداقات صاروا هاي.